السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوانا، الله يبارك فيكم. نسال الله رب تكون جميعا في خير وفي نعمه. طبعا بنعتذر عن قطاع الفيديو الاولاني. طبعا الله يبارك فيكم. النهارده 12 من الشهر السابع لسنه 2023. الشجره اللي انتم شايفينها دي ما شاء الله شجره نقدر نقول حمضيات، زي ما انتم شايفين خليه تحتيها، هي تظليل طبيعي، تظليل طبيعي من عن طريق الشجره. تمام، تظليل طبيعي، اللهم لك الحمد ولك الشكر. نفتح الخلية، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله يا رب يبارك للجميع. الأخت أم ونس من العراق، أتمنى تكوني متابعة معانا. الله يبارك في الجميع. زي ما أنت شايف أنا بفتح خلية قدامك. أولا خلية مضغوطة للآخر برواز، ما شاء الله تبارك الله. تمام، نقدر نقول ما شاء الله تبارك الله. الخلية ديت ما شاء الله بروازين، بروازين 4 6 8، 8 براويز ما شاء الله. تمام، طبعا الله يبارك فيك. زي ما انت شايفة خلية مضغوطة، ان النحل يعمل فيها نقدر نقول سواء الملكة تعمل بانتظام. تمام، ربما يكون طبعا انا بعتذر لان انا بشتغل بدون تدخين، فربما يكون الامر صعب ان انا مثلا ارفع البراويز، بحاول بكل هدوء كده نشتغل. طبعا الله يبارك فيكي ان شاء الله. بالنسبه للخلايا اللي هي انت صورتيها، ربما يكون الخليه ما شاء الله الثانيه ممتازه، الاولى كانت محتاجه ضغط. تمام، فانت اضغطي نحلك زي كده، او اي اخ بيتابعنا عامه يضغط نحله بالصوره دي. طبعا لو النحل بتاعك في مخزون، في مخزون نقدر نقول من العسل، تمام، مش هتخسر شيء لو هتقدم كمية بسيطة من التغذية. شوف الكمية البسيطة اللي احنا شايفينها في التغذية دي. تمام، عاوز اقول ان الكمية اللي في التغذية دي ربما يعني تقريبا كاسة، كاسة زي اللي احنا بنشرب بيها شاي. تمام، الهدف ان تحفز الملكة او تحفز الشغالات، تمام، على انها تجمع كمية من حبوب اللقاح، وكذلك الملكة تحفزها على وضع البيض. تمام، طبعا الله يبارك في الجميع. ربما يكون شايفين جنب الغزاية جزء بسيط من النحل في أرضية الخلية. تمام، لو الخلية ديت معرضة لمكان فيه شمس كنا هنلاقي في أرضية الخلية كمية كبيرة من النحل. تمام، طبعا أتمنى الله يبارك في الجميع ناخد الكلام ده بعين الاعتبار. تمام، أخت موانس الله يبارك فيكي، وأخت تانية أو أخ تاني من سوريا أنا مش متذكر اسمك إيه، ولكن على العموم انت كنت بتسال على انك انت لو عاوز تعمل دعم لخلايا او تقوي خلايا ضعيفه بدون اضافه حضنه. تمام، صعب انك انت تقوي خلايا ضعيفه بدون ما تضيف لها حضنه. تمام، اول شيء لابد يكون موجود عندك مرعى، مرعى غباري. تمام، وفي الحاله الثانيه هتيجي مثلا في خليه ما شاء الله قويه زي دي، ترفع برواز من الحضنه المغلقه بدون نحل، حضنه مغلقه بدون نحل على وشك الخروج، بتضيف الاطار دوت او البرواز الحضنه المغلقه اللي بدون نحل، بتضيفه في الخليه نقدر نقول اللي هي التقسيمه بروازين او ثلاثه اللي محتاجه دعم. تمام، اول ما الحضنه تخرج خلاص سرعان ما الخليه بتتقدم معاك في وجود طبعا مرعى غباري. تمام، انما انك انت عاوز طريق الدعم بدون ما تضيف حضنه ده صعب. في الحاله ديت هتنتظر زي ما بيقولوا كده، نقدر نقول لحد ما الخليه تتطور مع نفسها، وهتنتظر كتير. تمام، انا بعتذر طبعا لو انت اخ او اخت، انا اخ او اخت، انا صراحه مش متذكر اسمك، وعلى العموم اتمنى يكون وصل لك الجزئيه دي. اخونا فتحي من الجزائر، نسال الله تكون في خير وفي نعمه، اللهم امين. كنت بتقول عندك خليه ما شاء الله شاريها، بتقول ما شاء الله 5 براويز، وربما يكون وصلت عندك 10 براويز دلوقتي، بتقول ممكن احط العسيله واستفيد من جمع العسل ولا ما احطهاش. لو عندك نشاط اخونا فتحي، عندك نشاط ومرعى ممتاز، حط العسيله. تمام، وارفع الحضنه المغلقه في العسيله دي. تمام، لو المرعى عندك من الرحيق، ابتدى النحل يجيب كميات من الرحيق، تقدر تحط الحاجز الملكي ما بين العسيله، ما بين العسيله. تمام، او وما بين الطابق التربيه، يعني ده طابق التربيه الله يبارك فيك، ده طابق التربيه، تحط الحاجز الملكي. تمام، ومن ثم تحط العسيله، العسيله دي تحط فيها نقدر نقول البراويز اللي هي الحضنه المغلقه. ده امتى او الكلام ده يكون امتى؟ لو المرعى عندك النحل بيجيب كميه من الرحيق فيه. تمام، والله ييسر لك الحال اخونا فتح من الجزائر، وييسر الحال للاخوان جميعا. اللهم بارك للجميع. كنت عاوز اتكلم عن ايه تاني؟
انا بحاول ان انا الم او ان انا ارد على بعض استفسارات النحالين في سؤال مجمع او نقدر نقول وانا داخل المنحل. بالنسبه للتغذيه دي، الجزء البسيط اللي انا حاطه من التغذيه دي، تمام، انا حاطط فقط عليه خل تفاح، فقط عليه خل تفاح. شفنا الفيديو اتوقع بتاع امس، الله يعني يعوض اخونا، تمام، حط شيح وحط مضادات حيويه وحط خل تفاح، ادى لتسمم للاسف الشديد في الخليج، تمام. حذرنا الشيء من ده، حذرنا الاخوه النحالين من الكلام ده، بنحذرهم تاني، تمام، محدش يعمل الشيء ده. في بعض الاصدقاء بيسالوا على مقادير خل التفاح مع التغذيه. مقادير خل التفاح مع التغذيه، السكريه الله يبارك في الجميع بيعتمد على تركيز الخل التفاح كام. في تركيز خل تفاح 20%، في تركيز مركز ربما يوصل معاك ل 90%، فيه تركيز من الخل ممكن يكون 5%، تمام. يختلف معاك المقادير بتاعه الخل اللي انت هتضيفه على التغذيه بناء على التركيز بتاع الخل، تمام. طيب لو فرضا واحد عنده نقدر نقول خل مركز او خل ربما يكون طبيعي انت عامله في المنزل، تمام، في الحاله ديت الله يبارك في الاصدقاء جميعا، تقدر تحط على اللتر، على الواحد لتر من التغذيه السكريه، تمام، تحط منه من الخل مثلا مقدار معلقه، تمام، مقدار معلقه من اللي احنا بناكل بيها الطعام، معلقه من الخل، تمام. طب لو الخل نقدر نقول تركيزه خفيف 5%، تركيزه ضعيف جدا، لا ممكن تحط 3-4 معالق على اللتر تغذيه، تمام. طيب السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، هل الخل تفاح لو انا حطيت كميه كبيره على التغذيه السكريه مضر، يضر النحل؟ لا ما يضرش. لو حطيت كميه قليله يضر؟ لا ما يضرش. اصبح ان الخل بطبيعه الحال زاد في التغذيه او قل في التغذيه ما بيضرش، تمام. نبتعد عن المواد اللي فيها روائح زي الليمون، هيسبب لك شراسه، زي الشيح نبتعد منها، زي القرفه، كل ده نبتعد منه دلوقتي. بشوف للاسف الشديد بعض الاصدقاء يقول لي انا هحط على التغذيه مضادات حيويه، بدون ما اذكر اسماء المضادات الحيويه دي. يا اخي ليه يا اخي؟ نحلك سليم والامور ممتازه، ليه تحط؟ اتمنى نبتعد عن الشيء ده، تمام. كنت عاوز اتكلم على ايه تاني؟ يعني اتوقع ان انا ربما يكون تكلمت على اسئله اللي كانت الاصدقاء، ما كنتش انا مخطئ. والله يسر طبعا الحل الاخوان جميعا. طبعا كل اللي بيسال على موضوع الخيشه او قطعه القماش، زي ما انتم شايفين يعني انا حاططها على الخليه والامور ممتازه، تمام. والنحل عندي نقدر نقول مستريح بقدر المستطاع يعني، الحمد لله. طبعا ربما يكون بعض الاصدقاء لاحظوا الحاجه دي، البرواز دي ربما يكون منتظمه، البرواز ده ربما يكون مرتفع شويه، تمام. طبعا عكس البروازين ده، تمام، ربما يكون البرواز ده نقدر نقول زايد شويه في السدابه بتاعته، تمام. فطبعا احنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نرفع الكادر ده، تمام، نحطه نقدر نقول عند الكادر الاخير، او نشوف خليه ينزل فيها يعني يكون منتظم الكادر وننزله باذن الله، تمام. طبعا ما مش هيسبب مشاكل، واحد يقول لي مثلا هيسبب مشاكل ولا حاجه، لا، نحل نقدر نقول شغال، ما فيش اي مشكله، تمام. موضوع الله يبارك في الاخوان ان النحل يكون شرس معاك، قبل ما انهي الفيديو احاول اتكلم باختصار عن الموضوع ده، تمام. اولا ربما يكون ما شاء الله احنا قربنا من العشر دقائق بنتحدث، صدقا انا فاتح الخليه بدون ما ارش دخان او بدون ما ادخن بدون اي شيء، النحل ربما يكون زي ما انتم شايفين اللهم لك الحمد لحد ما هادئ. نعم نعلم ان الاصدقاء ربما يكون في معظم البلدان بالخصوص اللي شغالين بالنحل التلي او بعض النحل السوري، النحل شرس جدا. انا عندي العلم بالشيء ده وعندي علم من الاصدقاء، تمام. ولكن انت علشان نقدر نقول جاي تفتح خليه او تفحص خليه، تمام، قبل ما ترفع سواء الغطاء الداخلي او قطعه القماش، تمام، دخن تدخين بسيط. حذار الدخن من عندي فتحه السروح، لا، دخن من الاعلى، تمام، ده تدخين بسيط جدا، تدخين بسيط جدا، ومن ثم افتح الخليه، تفحص الخليه بتاعتك، تمام. في بعض الاصدقاء اتوقع كانوا تكلموا انه ممكن نرش محلول سكري على النحل انه يجي على النحل هادئ، انا ما برحبش بالفكره دي وضد الفكره دي. طب ضدها ليه؟ ضدها لان ممكن بمعنى اصح وانت بتفحص الخليه يحدث هجوم من خلايا اخرى او سرقه من خلايا اخرى على المحلول السكري. تاني شيء، المحلول السكري مع درجات الحراره اللي في فصل الصيف هيحدث ربما لا قدر الله للنحل نقدر نقول مشاكل في الاجنحه بتاعته، احنا في غنى عن الشيء ده، تمام. يا اخي اشتغل بالدخان، اشتغل بالدخان او افحص الخلايا بتاعتك بالدخان، ما تدخنش ازيد من اللازم،
تدخين أزيد من اللازم ربما يؤدي إن النحل يقتل الملكة، النحل يقتل الملكة. تمام، ناخد الكلام ده كله في عين الاعتبار. تمام، لابد إن أنا أشير لآخر نقطة قبل إنهاء الفيديو، الفروة ثم الفروة ثم الفروة. تمام، الإخوة اللي زقانين من إني بتحدث عن الفروة، أنا هقول لكم على شيء بسيط جدا بدون ما أذكر، بدون ما أذكر اسم الأخ أو الصديق اللي بيتابع معانا. أخ عزيز من بلد عربية، بدون ما أذكر اسمه أو أذكر البلد بتاعته، منعا طبعا إن ربما يكون ديت نقدر نقول أسرار، إن هو بيتواصل معانا ربما على الخاص، فما ينفعش إن نقول الشيء ده. عمل مكافحة للفروة اليوم، والله العظيم على ما أقول شهيد، والله العظيم على ما أقول شهيد، نسبة إسقاط للفروة في أرضية الخلية جنوني. عارفين جنوني يعني إيه؟ يعني هو نفسه مذهول من كمية الفروة اللي تم إسقاطها في أرضية الخلية. تمام، وهو من قبل كان يتكلم يقول لك أنا ما عنديش فروة، أو أنا النحل الحمد لله ما فيهوش فروة، أو أنا مش شايف على النحل فروة. والله صدقا لو نشرنا الفيديو للأصدقاء شافوا كمية الفروة اللي في الخلية، أمر جنوني. تمام، فأنا مع الاحترام بنبهك وأقول لك كافح فروة، كافح فروة. تمام، طبعا أنا صعب إن أنا أنشر الفيديو، لأن طبعا ده ماليش الحق فيه، لأن صاحب الفيديو ربما يكون رافض الشيء ده، أو أنا ما سألتوش ومش هسأله. تمام، ولكن أنا بحاول أحذرك، حاول أحذرك ما تنتظرش الفروة تيجي على النحل نفسه. تمام، أنت منتظر إن الفروة مثلا تيجي على ظهر النحل ده مثلا، أو على ظهر النحل كده، ما تنتظرش. تمام، أنت تعمل اختبار حتى على الأقل تشوف هل عندك فروة ولا ما عندكش، تعمل اختبار على الأقل. تمام، أو كافح نحلك يا أخي، أنت خارج الموسم كافح. الأصدقاء اللي بتأهل نفسيها أو بتجهز النحل بتاعها لموسم السدر في الخليج بالخصوص، كافح يا أخي مرة واثنين وثلاثة قبل ما تخش السدر. تمام، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، علشان ما يجيش نقدر نقول بعض الأصدقاء يندموا على الشيء ده. تمام، الأصدقاء اللي ربما تكون بتعمل عجائن بروتينية أو بدائل للنحل عشان نقدر نقول عنده شح في حبوب اللقاح. تمام، اللي أنا أقدر أنصحك بيه المواد اللي أنت تحطها كمواد بروتينية، سواء حبوب اللقاح أو لو أنت تعمل العجينة بالخميرة، لا يوجد مشكلة. تمام، ولكن حذار تضيف أي مضادات حيوية في العجائن دي، أنا بقى أحذرك والله، حذار تضيف أي مواد من المضادات الحيوية في العجائن البروتينية. تمام، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، علشان أنا ببلغ، وبعد ما ببلغ أو بننبه الناس وبنحذر الناس، بعدها بأربع خمس أيام بنلاقي كوارث جاينا على الواتس أو في تعليقات. الله ييسر الحل للجميع، ونسأل الله يا رب يرزق الإخوان جميعا في أفضل الأحوال. طبعك مع النحل أو تعاملك مع النحل كهدوء هو ده الأساس. تمام، أنا لو بتعامل مع الخلية دي نقدر نقول بهرج ومرج، وربما يكون بأمور متعصبة، صدقا الخلية دي النحل بتاعها ما حدش يبص أو ينظر إن مثلا النحل هادئ والأمور مستقرة، لا صدقا أنا لو رفعت برواز من البراويز دي وربما يكون مثلا سقط مني سهوا أو حدث مشكلة، الخلية دي ربما تكون تهجم علي هجوم لا أحد يتخيل. تمام، فدايما نخلي تعاملنا مع النحل نقدر نقول ما تخليكش خايف من النحل، ما تخليكش خايف من النحل. تمام، تعامل معاه نقدر نقول برفق، وتعامل معاه تعامل نقدر نقول حسن، على أساس أنك أنت تقدر تتعامل معاه. تمام، حب النحل عشان النحل يحبك، والله ييسر الحل للجميع. طبعا الله يبارك في الجميع، نحاول نقفل الخلية، ننهي الفيديو، لأن ربما يأتي بعض النحل من الخارج ومنع لا قدر الله لحدوث أي سرقة في الخلية، إحنا في غنى عنها. تمام، لو إحنا لاحظنا الشجرة اللي بدأنا بها الفيديو كذلك ننهي بها الفيديو. تمام، سواء الشجرة دي مظللة على الخلية دي، أو كذلك مظللة على الخلية اللي في الخلف، أو كذلك حتى الأشجار اللي في الأعلى. تمام، ده كله أتوقع أنه هو مهم، مهم صدقا لرفع نقدر نقول النسبة بتاعة الحرارة أو إشعة